السلام عليكم متابعينا الكرام، أهلا بكم في قناتنا الإخبارية. بسم الله الرحمن الرحيم. عطواني عبد القادر من مدينة أحفير، لاعب قديم في صفوف اتحاد الرياضي الأحفيري لكرة القدم، مدرب في اتحاد أحفير، مدرب مع نادي الغالية لكرة القدم، مدرب السعيدية، الرقادة وسيدي سليمان. انا كنهضر على بغيت نهضر على هذا الكتيب هذا تاع المقاومه. نداء كنوجهو للسيد المندوب، السيد المندوب السامي للمقاومين. هذا الكتاب هذا انا كنت راسلت السيد المندوب واحد 8 المرات ولا 9 المرات وما جاوبنيش، ولو برساله واحده كنت صيفطها ما جاوبنيش عليها. انا بغيت نطلب منه، بغيت نعرف غير واش هاد القبطان محل الميلود البو عبد اللهوي واش معترفين به في المقاومه ولا لا. هاد الكتاب راه ما داروش، هو بدا يطور راسو وما معترفش هو بهاد الناس اللي كاينين هنا في المقاومه كاع تاع المنطقه الشرقيه. هاد الكتاب دارو نهار اللي دار النداء، دار خطاب المرحوم الحسن الثاني. ان هذا الكتاب يهدف بالاساس لتلبية توجيهات صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، القاضية بالقيام بتدوين تاريخ المقاومة وجيش التحرير، وذلك لربط الماضي والحاضر بالمستقبل. والى ذلك يشير حفظه الله في خطابه امام اعضاء اللجنة الوطنية للتربية والتكوين الاطر والتكوين المهني بإفران يوم 27 فبراير 1978، حيث قال جلالته: يجب علينا أن نكون الإنسان المغربي المعتز بمغربيته والمعتز بتاريخه، لأن الإنسان الذي لا يعرف تاريخ بلاده لا يستطيع أن يعتز بها، ولا أعتقد أنه يوجد في قارتنا دولة يباهى تاريخها تاريخ المغرب. فهذا الكتاب هذا دار السيد أبو عبد اللهوي ومعترف به، ولكن احنا راسلناك السيد المندوب ولكن ما جاوبتناش. احنا كنشوفوا ناس اللي في المقاومة وكيخلصوا المقاومة وعندهم لاكريمات، ولو براد نتاع اتاي عطاوه للجيش تاع المقاومه تاع المغرب وكيخلصوا، ما قاوموا يعرفوش كاع المقاومه نهائيا. حنا الناس، الوالده وكلت، خوتي ماتوا، الوالد ديالي وكل رحمه الله ولكن ما دينا والو. بغينا انا من الان بغيت نوجه نداء لصاحب جلاله نصره الله محمد السادس انه يتدخل في هاد الناس تاع المقاومين ويدير واحد اللجنه اللي خصها دير تعرف الحقائق نتاع هاد الناس المقاومين. خاطر كاين ناس شرفاء اللي قاوموا على هاد البلاد وماتوا على هاد البلاد والله ما داو ريال، وكاين شي ناس اللي راهم يخلصوا عندهم لاكريمات مهنين بكري. كاش كانوا يديروا؟ كانوا يشهدوا جوج تاع المقاولين ويعطوك وتا تمشي تولي مقاوم، شهدوا لك زوج عندهم لي كارت تاع المقاومه تيعطوك المقاوم. حنا لا، حنا ما نديروش هذا. انا الا با مقاوم حر اعطوني حقي، ولا با ماشي مقاوم ما كانش في المقاومه ما نستاهلهاش ما نديهاش. حنا هذا هو اللي انا الناس اللي الناس الشرفاء كان اللي هنا الناس فاحفير، انا الناس فاحفير لو كنت تمشي تسولهم تقول له ودي واش قاومت ولا كان مقاوم، يقول لك اودي راه تكرفصوا عليا، داروا لي تعداوا عليا وقت فرنسا وقت هذه وقت هذه وقت هذه، والله مسكين ما عنده حتى باش يعيش. تلقى الناس هنا من بني درار ولا من الغرب ولا من فاس ولا من مكناس ولا من، تلقى السيد عنده لاكريما ولا عنده هذه ولا عنده هذه. هذا نطلب بسيدنا باش يتدخل يعطونا حقنا ويعطوا الناس المقاومين حقهم. كاين الناس اللي راهم ضايعين، ناس الشرفاء، ناس اللي احنا ما طلبناش شي حاجه، درنا طلبات باش يدخلونا هنا في الانعاش تاع الاخر. تدي الطلب ديالك يبقى واحد يرميه لك الرئيس البلديه، واحد يرميه لك الباشا، واحد يرميه لك الهادي، واحد يرميه لك الهادي، اما احنا ما نساوش حقنا. ها وانسان رياضي، انسان رياضي راني جاي. الا ما كفاكش هذا السيد المندوب السامي هذا الكتيب هذا، انا هذا الانسان اللي راه حداك مشيت لفرنسا وكان رئيس بلديه تاع مونتير اللي غادي نقول لك شكون هو، باتريك جاري، ودير التحريات عليه ودير الناس اللي بحثوا، كان مع بوليزاريو كان يدعم بوليزاريو كان يعاونهم وما يحملش المغرب
ودخلت عنده بجوج دراري صغار، ودخلت عنده وقلت له هاد الدراري الصغار راهم يطلبوا منك باش تجي للمغرب، زور المغرب انت، جبتنا وحنا بغينا نجيبوك. وانا واسمو هي الزياره ديالي زعما ماكنتش عارفه بلي مع بوليزاريو، حتى شاو لي كنت مع واحد الصديق ديالي يقولوا قويدر على البوملي، رئيس اكاسبور بفرنسا، هو اللي نعت اللي قال له دير لي السيده راه مع بوليزاريو، ودير جوج وليدات صغار ودخلت عنده وقنعته وجبته غير للمغرب. وكان انا ذاك الرئيس حسن مرزوقي هو كان رئيس البلديه، هو راه حي وراه يشهد، والسلطه راه حاضره هي اللي داتو، وجيت جبناه لهنا وداوه وكلا وشرب وقال تحيه المغرب. والله يقول تحيه المغرب، واش شي ما كافيكش على اننا كنسالو حقنا السيد المندوب؟ شكرا على المشاهده، نعتقد انكم نخبه خاصه تعشق متابعه الاخبار، لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان.